بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة علمية أقيمت في جامع خليل بن سبعان وسار سنبل بمدينة الرياض عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. هذا متن شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسين بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن عمر بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو النبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن ملك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين والسنة. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة لحظة حسبك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النسخة كما سمعتم الإسناد هي برواية عبدوس بن مالك العطار، وهو من أصحاب أحمد بدليل قوله حدثنا، وكانوا قديما يعنون بالإسناد، ومنزلة الإسناد عند القدامى عالية. قال عبد الله بن مبارك أو غيره: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. كانوا أول الأمر قبل الفتن إذا قال الرجل سمعت فلانا، يعني قال تابعي سمعت عن أبي هريرة أو ابن مسعود أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قبلوا. فلما شاعت الفتن وانتشرت ودخل الدس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء، قالوا سموا لنا رجالكم حتى نعلم، مقصودهم حتى نعلم كيف وصل إليكم هذا الخبر. وثم اضطرد أهل العلم ذلك، حتى في المنقول عن الأئمة. ولهذا سمعتم الرواية والإسناد إلى عبدوس بن مالك العطار رحمه الله عن الإمام أحمد. وخلاصة ما سمعناه أولا علو مكانة الصحابة رضي الله عنهم عند الأئمة، ولهذا فهم يتمسكون بآثارهم ويقتدون بهم.
يقتدون بهم في أفعالهم ويعنون بما ينقل عنهم نقلا صحيحا من فتاويهم وغير ذلك. ثانيا، ترك الخصومات في الدين. وقديما قالوا: من عرض نفسه للخصومة، يعني مع أهل الأهواء، أكثر التنقل. فأهل الأهواء لا يجلس معهم للمجادلة، وإنما تبين لهم السنة، فإن قبلوا قبلوا وإلا تركوهم ومقتوهم. فما كانوا يعقدون مجالس حوار وكل يسمع من الآخر، كل وليس شرطا يقول كما يقولون أن يقبل رأي وأقبل رأي، لكن يسمع مني وأسمع منه. إذن صارت المسألة مهزلة. نعم، فهذا ليس من هدي السلف ولا من مسلكه. وفي رواية في هذا روايات جميلة ونصائح غالية عن الأئمة. قال أيوب السختياني رحمه الله: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم فيه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقر فيه ما شاء، أو قال ينبذ فيه ما شاء. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدن من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وروي أن رجلا من أهل الأهواء كان يتبع ويقول: يا أبا عبد الله ناظرني، بالله عليك يا أبا عبد الله ناظرني، والإمام يشير له يقول: لا ولا نصف كلمة، اسمع مني اسمع مني، فإن غلبتك تبعتني، وإن غلبتني تبعتك. ما فرح الإمام به وقال: ما شاء الله، إن شاء الله أغلب ويتبعني. قال: وإن جاء ثالث فغلبنا، قال: نتبعه. قال: اذهب أنت تتنقل، يعني مستعد مع الغالب. إلى غير ذلك من تلكم الوصايا. فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى شرح اعتقاد أهل السنة لللالكائي، والإبانة الكبرى لابن بطة، وغيرها وغيرهما من دواوين أهل السنة عن الأئمة. ثالثا، مكانة السنة. مكانة السنة، والسنة هنا جاءت عند الإمام رحمه الله، جاءت بمعنيين: أحدهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده الحديث الصحيح الذي نقله العدول الثقات إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكانتها أنها تفسر القرآن وتدل على ما يدل عليه القرآن، فليست منفصلة عن القرآن، فما وجد في القرآن مجملا ولم يبينه القرآن نفسه طلب أهل العلم بيانه في السنة، وما جاء في القرآن مطلقا ولم يقيده في موضع آخر نظروا هل تقيده السنة أو لا، وما جاء والأحكام الأخرى منها ما اتفق عليه الكتاب والسنة، ومنها ما انفرد به القرآن، ومنها ما انفردت به السنة. ومن يعتد بقوله من أهل العلم مجمعون على قبول ذلك كله حتى ولو انفردت به السنة. وهذا باب يطول. نعم. والثاني المراد بالسنة العقيدة، التوحيد، ليس فيها قياس، يعني لا يطلب فيها القياس أبدا، لأن أحكام الله أصول الدين العلمية هذه في العقيدة
وتلقاها الصحابة ومن بعدهم فأجمعوا عليها، أجمع الصحابة عليها ثم أجمع بعد ذلك من بعدهم عليها، ولم يكن فيها خلاف إلا من المعاصرين من ضلوا وأضلوا، عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن. وأما فروع الدين التي هي المعاملة، فإن فروع الدين منها ما هو عبادة ومنها ما هو معاملة، فالعبادة ليس فيها قياس أيضا، ليس فيها قياس لأنها ثابتة بنص أو إجماع أو مما يسع فيه الاجتهاد لاحتمال الأدلة عند كل طرف. نعم. أما المعاملة فقد يكون في بعضها قياس، وهو قياس التمثيل، ومعناه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، هذا في العبادة خاصة أهل العلم يستعمل الجمهور على القياس، هذا ما ظنته أصول الفقه. ولعل الأخ الشيخ علي إن شاء الله يفتح درسا في هذا، أو يستقدم لكم إن شاء الله من علماء الرياض أقرب شيء من السلفيين من تتلقون عنه علم أصول الفقه، فإن من يطلب النظر في الأدلة والتحقيق لا يستغني عن أصول الفقه وأصول الحديث الذي هو المصطلح. نعم. فإذا ما واجب المسلم حول السنة التي هي العقيدة؟ التسليم والانقياد والرضا. نعم. فالعقول لا تدرك الأخبار العلمية، يعني الأحكام العلمية وصول الدين لا تدركها العقول أبدا، ما يمكن تدركها العقول. فمثلا صفات الرب عز وجل يعلم معناها من حيث اللغة، لكن كيفيتها تعلم؟ لا، حجبه الله عن كل أحد، حتى عن الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام وعن رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، حجبها عنهم. فلو قال قائل ما معنى النزول، نجيبه لغة، نقول النزول هو يقابل العلو، يكون النزول الحسي من الأعلى إلى ما دونه. كيف ينزل ربنا؟ نقول ربنا، نقول مكانك، لا، ينزل كيف شاء، هذا شأنه هو سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. هذا إن شاء الله يدرس في باب العقيدة، يعني في مباحث العقيدة تدرس هذه الأمور إن شاء الله تعالى. نعم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره. لحظة يا أبا زيد، أعد. ومن السنة اللازمة لحيث وقفت. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره. الإيمان بالقدر في مبحث، هذا المبحث يتضمن أولا وجوب التمسك بالسنة كلها وعدم رد شيء منها، فما استبان له فهمه إدراكه يعني بنص آخر أو بكلام أئمة أو بنص آخر أو إجماع لا بأس، وما لم يستبن له عمل به وفوض علم ما لم يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. وهذا أشار إليه بقوله ومن السنة اللازمة، يعني الواجبة، الواجب استعمالها، الواجب المشي عليها قولا وعملا واعتقادا، هذه الثلاث الأمور كلها لابد. الأمر الثاني أن من رد سنة واحدة كان مبتدعا ضالا ولم يكن من أهل السنة، شاء أم أبى. من رد سنة لا يعد في أهل السنة، وبهذا يعلم أن بدعة واحدة
تخرج المرء من دائرة السنة وتلحقه بأهل البدع، وإن كانت البدع مختلفة، مفسقة، مكفرة، مجرد يعني خطيئة، لكنها هي ضلالة. كل بدعة ضلالة، هي ضلال. ثم من حيث التطبيق تختلف، هذه بدعة مفسقة كالتمشعر، وبدعة مكفرة كالرفض ووحدة الوجود والحلول وغير والجبر غير ذلك. لا، الجبر لا، ليس مكفرا، لكن الحلول نعم. بدعة مفسقة يعني ذكرنا التمشعر وكذلك الجبر. هناك بدع يعني أهل العلم لا يرونها مكفرة. وبهذا تعلمون أن الجماعات الحديثة، الجماعات الدعوية الحديثة كلها مبتدعة، شاءت أم أبت. الميزان عندنا رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد سمعتموه، يعني من جالسني يعرف هذا مني. أنا بيّنت في مواضع كثيرة وذكرت أسماء جمعيات كثيرة، الآن نختصر عليكم. المهم أنها ما يعني وإيضاح ذلك أن الأمة الإسلامية تفطنوا، أمة الإجابة، الأمة الإسلامية قسمان لا ثالث لهما، فرقة ناجية وطائفة منصورة، وهم أهل السنة. هذا القسم الأول. الثاني فرقة هالكة، وهي جميع من عدا أهل السنة، 72 فرقة كلها ضالة مضلة هالكة، والجماعة الناجية فرقة واحدة من 73. نعم، وهذا يزيدكم ويزيدنا صبرا، لأن بالمقارنة علم أن أهل السنة أقل من أهل ماذا؟ أجيبوا، أقل من من؟ أقل من أهل البدع. أهل السنة أقل. نعم، تابع. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق. ومثل لحظة يا شيخ، لحظة، هذه أمثلة. أقول هنا أولا، بدأ الشيخ رحمه الله بمسألة القدر، وهذا أقول لعله فيما يظهر لي، لعله أنه رأى استحكامه في ذلك الوقت، أو أنه قد بين ما خاضه أهل الأهواء في مواطن أخرى، فقصر هذا على البداية بالقضاء والقدر، بدأ به بالقدر. نعم، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. فالقدر في اللغة من التقدير، يقال قدرت الشيء أحط بمقداره. والقدر شرعا هو تقدير الله سبحانه وتعالى ما في الكون قبل وقوعه، علما وكتابة ومشيئة وخلقا، علما وكتابة، يعني التقدير هذا يوافق ما سبق به علمه وكتابته ونفذت فيه مشيئته، هذا هو القدر. والقدر أحد، والقدر دل عليه، دل على أنه من الإيمان، ولا إيمان لمن لم يؤمن به، الكتاب. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا،
وفي الحديث الصحيح حديث عمر عند مسلم وهو معروف بحديث جبريل صلى الله عليه وسلم في مسائل جبريل صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأجمع أهل العلم والإيمان على وجوب الإيمان بالقدر، وأنه لم يكن شيء في الكون خلا منه علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته النافذة. نعم، هذا أول سؤال. الثاني: بما يتحقق للعبد الإيمان بالقضاء والقدر؟ يتحقق للعبد الإيمان بالقضاء والقدر إذا نعم بأربعة أمور. أحدها الإيمان، أحدها الإيمان بعلم الله عز وجل، وأن الله قد علم كل شيء، علم ما كان موجودا وما سيوجد وما لم يوجد لو كان كيف يكون، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، علم محيط أزلي وأبدي. الثاني الكتابة، والمقصود الإيمان بأن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وفق ما علمه عن خلقه، أرضه وما فيها وسماؤه وما فيها وما بينهما من العرش إلى ما شاء الله من خلقه، كله معلوم عنده، كله كتبه سبحانه وتعالى عنده في اللوح المحفوظ. الثالثة مرتبة المشيئة، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فما هناك شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته أبدا. وإن قال قائل: هناك أشياء ما أرادها الله، هذه خارجة عن إرادته، نقول: لا، المراد لله عز وجل من حيث وجوده وغير ذلك قسمان: قسم أراد وجوده قدرا، وقسم لم يرد وجوده، فهذا لم يخرج عن الإرادة، يعني إرادة وجود وإرادة غير وجود، إرادة عدم ما أراده سبحانه وتعالى، فلم يكن هناك خارج عن إرادته. وهذا مخالف لإجماع أهل السنة، قالوا: لا يقع في ملكه إلا ما يريد. وتارة يقولون: لم يقع في ملكه ما لا يريد، لم يقع في ملكه ما لم يريد، شيء لا يريد لا يقع، إذن هو أراد عدم وقوعه. نعم. الرابع الخلق، مرتبة الخلق. نعم، والخلق هو الإيمان بأن الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق، فهو خالق وصفاته سبحانه وتعالى أزلية بأزلية ذاته، لم تكن مخلوقة. نعم، لأن الصفة تتبع الموصوف، العبد مخلوق وصفاته مخلوقة، لأن الصفة تتبع الموصوف، فالرب سبحانه وتعالى خالق، إذن صفاته غير مخلوقة، هكذا بداهة نقول، ولا ينكر هذا إلا مكابر. هذه تسمى مراتب الإيمان بالقدر إجمالا، أو يقال مراتب القدر العام. فماذا في التفصيل؟ تفصيل القدر جاء بالنسبة للعلم والكتابة، وهي ثلاث مراتب. المرتبة الأولى
التقدير العمري. التقدير العمري هذا ما يجري على المرء، ما يجري على إنس أو جن أو حيوان أو حشرة في حياته. كم مدة حياة هذا الإنسان؟ 100. يفصل من اللوح المحفوظ نصيبها. ما دليلكم على التقدير العمري؟ قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع أحدكم في أربع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، قال ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، كتب 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله سعيد أم شقي. الملك من أخذها؟ بأمر الله، من التقدير العام. إذن أعمارنا كلنا ومن قبلنا ومن يأتي بعده هذه محصية في اللوح المحفوظ، لكن عمر فلان بعينه أو جماعة بعينها أو بلد بعينه، هذا ما يأخذها الملائكة الموكلون بها من اللوح المحفوظ. الثاني والمرتبة الثانية التقدير الحولي. ما معنى حولي؟ سنوي، يعني ما يحصل في السنة. هذه سنة كم؟ 33 و400 و1000، ولا لا 1433، معلش لمشي معكم لا ترك الفصحى شوية، 1433. طيب هذه سنة، متى يبدأ التقدير؟ من ليلة القدر في رمضان إلى مثلها. فإذا النصيب هذه السنة من رمضان، من ليلة القدر في رمضان العام الماضي إلى ماذا؟ إلى مثلها من رمضان الآتي. يموت من يموت، يولد من يولد، يمرض من يمرض، يستغني من يغنيه الله، يفتقر من يفقره الله، إلى غير ذلك. هذا التقدير الحولي. الملائكة الموكلون من أين أخذوه؟ أجيبوا، من اللوح المحفوظ. أمروا سنة كذا، سنة 1433 مثلا للتقريب. الثالث والمرتبة الثالثة التقدير اليومي. بقي التقدير الحولي، من يعني ما دليله؟ قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن. قد يقول قائل هذا مجمل، نقول اسمع قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يعني في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. ما معنى يفرق؟ يعني يفصل من التقدير العام كما أمر الله عز وجل. هذا الحولي. اليومي يعني ما يكون نصيب كل يوم. هذا يومكم هذا الذي مضى، ما هو؟ أليس يوم السبت؟ يوم السبت الموافق كم؟ الأول من جماد الأولى، أليس كذلك؟ ها أنا ما أقول 1/5، لا أنا أقول جماد الأولى، ثم على كيفكم. نعم، لا نثرب على من قال 1/5، لكن نرى هو الأولى، يعني لأن نص شرعي. هذا يعني تاريخي اصطلاحي، نعم، لكن لا نقول حرام، لا. نصيب هذا اليوم من طلوع فجره إلى غروب شمسه أخذ من أين؟ من السنة. والسنة من أين أخذت؟ من لوح المحفوظ. هذا نصيب السبت الأول من جماد الأولى من هذه السنة. ما دليله؟ دليله قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال ابن عباس: يعز ويذل ويحيي ويميت، غير ذلك. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، ولا يلهيه شأن عن شأن سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هات بعد الإمام بالقدر، ماذا قال بعد الشيخ؟ ومن لم يعرف تفسير الحديث، لا لا قبل، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
هذا ما يجب على المسلم حيال أحاديث القدر. أحاديث القدر، القدر قصد أحاديث القدر، ماذا يجب عليه؟ يسلم لها، ينقاد لها، ولا يبحث عن الكيفية أبدا. طيب الملك كيف يجي المرأة، مرأة نائمة ولا مستيقظة، حتى ينفخ الروح في الجنين؟ الله ما ندري، ما أخبرنا نبينا ولا وجدناه في كتاب ربنا. طيب من أن ينفخ؟ الله أعلم. لكن روي بالنسبة لمريم عليه الصلاة والسلام هي وابنها أن الملك نفخ في درعها في جيبها، فسرت النفخة إلى الرحم، لعله من هذا القبيل والله أعلم. أنا حتى الساعة لم أقف على شيء في ذلك. نعم، يرحمك الله. فكذلك يعني غيره من الأحاديث، كل شيء يتعلق بالقدر. ولهذا قال أبو قلابة لتلميذه أيوب رحم الله الجميع: إياك والقدر، يعني لا تخاصم في أحاديثه، خذها مسلمة. ولهذا قال بعض أهل العلم: القدر سر الله في الخلق، القدر سر الله في الخلق. ما ندري، ها؟ ما ندري يحصل، ما هذا شيء علمه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فأحاديثه تسلم، يستسلم لها ويرضى بها وتصدق. نعم. تابع. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم مثل حديث الصادق المصدوق. نعم، تابع. ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا. نقف هنا. أقول هذا أولا فيه تأكيد ما سبق من أنه يجب التسليم لأحاديث القدر ولا يخاصم فيها، وثانيا فيه تعميم، فيه تعميم بالنسبة لأخبار الله سبحانه وتعالى، ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عن بعض رسله. هذا على المسلم أولا أن يسلم له ويستسلم، حتى لو لقي الله لا يعرف معناه فإن الله إن شاء الله لا يسأله، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وهو لم يستطع هذا، ما وجده في كتاب ولا في سنة، ما وجده. ولهذا قال: قد أحكم له. أحكم له يعني أنت مخاطب بقبوله، وهذا عام في جميع أخبار الله سبحانه وتعالى عن نفسه، من الأسماء والصفات وأخبار القدر، ومن الصفات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم، وكونه سبحانه وتعالى حينما يقل لجهنم: عافانا الله وإياكم منها، هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ويتطلب المزيد، فيضع الجبار عليها قدمه، وفي رواية رجله. لو قال قائل: كيف يضع قدمه، كيف يضع رجله؟ يقول: أنا أؤمن بأن الرجل ثابتة لله عز وجل والقدم ثابتة له، لكن كيف يضعها؟ يضربها ضربا، يبسطها بسطا؟ يقول: هذا ليس شأني، أنا لم أجده في كتاب ولا في سنة. وقد نهانا ربنا عز وجل عن قفو ما ليس لنا به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا مما حجبه الله عز وجل، ما وجدته في كتابه وما أخبر بلغنا فيه الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وما ذكره المصنف من خبر الصادق والمصدوق وأحاديث الرؤية كلها، هذا على سبيل المثال. وإن شاء الله في الليلة القادمة نكمل، وأعتذر لأن الحقيقة هذه الليلة لعلكم تشاهدون.
أني متعب شيئا من زكام. جزاكم الله خير، حياكم الله، استودعكم الله. عندك أسئلة؟ هات هات. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا البيان وجعله في موازين حسناتكم. هنا سائل يقول: ما هو الأسلوب الأفضل لدعوة من تأثر من الشباب بدعوة الإخوان والتبليغ بحسب خبرتكم؟ أنا أقول لكم أول شيء، أولا مثال عقلي أظنه لا يخفى على أحد منكم إذا ذكرته. لو أن شخصا عرف طبيبا لمدة 20 سنة أو أكثر، يعرف حالته بالنظر إلى وجهه يعرف، فهو يرى أنه استفاد منه. فلو أخذته وتقول أدلك على طبيب أفضل من هذا، لا يصدقك، ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح، أنا جربت هذا الطبيب سنين كثيرة، الآن أنت تأتيني بعد 30 سنة؟ لا لا لا، هذا دعنا من هذا، بارك الله فيك، دعنا من هذا، أنا أعرف. لكن لو أخذته بسياسة وقلت: مالك، خصوصا كبير سن، مالك يا أبا فلان، ترافقني للطبيب فلان سمعت عنه وأنا أعرف، يعني إن استفدت منه ولا ما لا يضرك بشيء. هنا يعني أنت أحسنت قيادة، فإذا وجد عند الطبيب الثاني من جميل النصح وحسن التشخيص والمنفعة بإذن الله من الدواء، سوف يسب الأول ويرفع يده عنه ويقول: أعوذ بالله، كيف أنا 30 سنة خدعني هذا؟ وخذ من السباب الكثيرة. صان الله أسماعنا وأسماعكم وألسنتنا وألسنتكم. إذن هؤلاء أنت خذهم بالسنة، شجعهم على مجالسة علمائك أهل السنة، ولا تتكلم في رمزهم سواء فرد أو جماعة. فإذا عرف السنة أن تخذه شيئا فشيئا. هل وجدت هذا عند جماعة التبليغ؟ ما رأيك يعني توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء والصفات؟ سمعت: لا معبود بحق إلا الله. سمعت أن الكفار لم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوها، لا معبود بحق إلا الله. لكن لو وش ما رأيك لو كان لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا يدبر الأمر إلا الله، هل ينكره المشركون؟ سيقول لك: لا. إذن الآن بان لك أن جماعة التبليغ يدعون إلى الربوبية فقط، يدعون إلى الربوبية. هل سمعت عنهم هذا العلم الذي أنت استفدته في سنين؟ وهذا ولله الحمد جرب مع خلق الله يحصون، نفعهم الله بهذا، بهذا السياسة الحكيمة. وإن نعم انخدع منهم أناس عندهم ما عندهم من علم الشريعة، لكن غرهم صبرهم وجلدهم، فلما عرفوا زيغهم في العقيدة تركوهم وصاروا يحملون عليهم. وهكذا جماعة الإخوان المسلمين، وهكذا جميع الجماعات الدعوية الحديثة. نعم، شكر الله لكم. هذا سائل يقول: هل الذين يخرجون لنصرة وتأييد الحاكم يموتون ميتة جاهلية؟ يخرجون من ماذا؟ لنصرة وتأييد الحاكم يموتون ميتة الجاهلية. أولا الحاكم عنده، ونحن نعني الحاكم المسلم، الحاكم المسلم الذي حكم القطر الإسلام ونفذت فيه كلمتهم وكان على سنة، هذا عنده عسكرة، فإذا طلب منا الإسهام تطوعا أو بمرتب أجبناه. فإن علي رضي الله عنه من أعانه على قتل الخوارج؟
إخوانه من الصحابة والتابعين ناصروه. نعم. أما نعم أما الحاكم الكافر فنحن لا نعرض أنفسنا لسطوته أبدا ولا نخرج لنصرته. نعم. وندعو أهل التعقل أن يعتزلوا فتنته حتى تنكشف، فإن كانت الدولة له سلمنا من شره، وإن كانت للثوار دخلنا فيما دخل فيه الناس ولا ننازع الأمر أهله، نطيعهم فيما هو طاعة لله. نعم. شكر الله لكم. هنا امرأة تسأل وتقول لديها معاق عمره 12 سنة وهي التي قائمة في تربيته، ولديه دخل راتب تصرف والدته ماله عليه وعلى إخوته، فهل هذا جائز التصرف بماله؟ جزاكم الله خيرا. أنا ما أدري هذا المعاق هل هو يعقل أو لا، يعني له حالتان، إحداهما من يعقل عقليته معه لكنه حصل ما يعوقه، فهذا لا يحل لها أن تتصرف فيه بقدر ما تأكل هي وبقدر ما تنفق عليه، ثم إن كان إخوانه قصر لا يستطيعون العمل من نفقتها هي. نعم. لسيما إذا كانوا يقومون على خدمته ويرعونه. نعم. وتحفظ الباقي حتى يحكم الله فيه. نعم. فإن مات كان تركة، يعني ما خلفه من مال نقدي أو غيره أو غيره يكون هذا تركة. الحالة الثانية أن لا يعقل، يكون فاقد العقل، معاق من جميع النواحي، فاقد العقل لا يدرك شيئا، فهي مقابل أن خدمته وخدمة من معها تأكل. نعم. ولا يلزمها أن يعني تحفظه حتى يبلغ السن، لأنه لا غير عاقل غير مكلف أصلا، ولا تحجج عنه ولا تعمر عنه ولا شيء، لأنه غير مكلف أصلا ما دام لا يعقل. نعم. والله أعلم. هنا سائل يقول: هل الذي يرفع إزاره إلى نصف الساق في هذه البلاد يعتبر من لباس الشهرة؟ الذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة، فنحن نستحسن إلى الكعبين، فوق الكعبين بقليل، وإن رفعه نصف الساق لكن بعض الناس يخطئ، يحصل قياس في الخطأ، فالقياس الساق من مفصل من الركبة، من بداية الركبة، العظم الناشز، هل تلاحظون في نهاية الركبة كل واحد بارك الله فيكم ينظر في ركبته، شوف ركبته كذا تلمس الركبة تمام، هذه العظمة هي بداية الساق إلى الكعب تحت الصابون. نعم. هذه فوق الصابونة شوية، لا تحت الصابونة. نعم. تحت الصابونة. هذا هو الساق كامل. نصف إذن أين؟ خذ النصف. بعض الناس نصف الساق عنده يعني تحت العظمة هذه بقليل، يسمي نصف الساق، فالظاهر أنه يقيس من الصابون، هذا خطأ. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وجائز أو قال لا حرج إلى ما دون الكعبين. إذا كان أهل قطرك أو أهل حيك أو عشيرتك يستنكرون، اجعله إلى الكعبين ولا تطعهم فيما فوق ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلتجر ثيابها. نعم. هنا سائلة تسأل فتقول: هل يجوز تشقير الحواجب أو صبغها بغير السواد؟ أقول: تشقير الحواجب الذي فهمته من عاقلات النساء من نسوتنا ومن غيرهم من المتصلات أنه جعل الحواجب موافق للون البشرة، وهذا لا يجوز يا بنتي،
هذا تغيير لخلق الله. نعم. يعني صبغ بغير السواد إذا كان شعر الحاجبين يظهر إن شاء الله لا بأس به، وإن كان تركه أولى. لكن إذا كانت المرأة شمطة يعني ظهر فيها الشيب تصبغ بغير السواد، الرأس والحاجبين وغير ذلك. نعم، من الشعور التي تتجمل بها وهي الرأس والحاجبين، والله أعلم. هنا سائلة، ويبدو أن الإخوة أسئلة المغرب جعلوها للرجال وأسئلة العشاء جعلوها للنساء. لا بأس. فهنا سائلة تسأل عن ما هي وصيتك لها في طلب العلم وتطلب الدعاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقك ويسددك في أقوالك وأعمالك. أولا أنا أعرف يعني رجالا هنا في السعودية ولله الحمد يدرسون في بالهاتف، ولعلهم إن شاء الله ولعل موقع ميراث الأنبياء تعلن أسماءهم. ثانيا أنا لا أدري عن مستواك التعليمي، لكن إذا كان مستواك الثانوي شرعي اقرأي في صحيح البخاري، صحيح مسلم، عمدة الفقه، أو الموطأ، واعرضي ما أشكل عليك على أهل العلم. نعم. وتفقهي أول ما تتفقهين في علم العقيدة، فلو كنت بينكم في المغرب لدرست القيروانية، رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ثم نعم تتدرجين، وإن أمكن أن تتعلمي على عالم سنة في بلدكم. لست ذا خبرة بالمغرب، يعني لست ذا خبرة تؤهلني لأن أدلك على رجال معينين. نعم، لكن لعل موقع ميراث الأنبياء يعرف رجالا يدلون على علماء بالهاتف يمكنك، إذا لم يمكنك الحضور لديهم في المسجد. نعم. شكر الله للجميع، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأخص بالشكر موقع ميراث الأنبياء وعلى رأسه الشيخ خالد بقيس، أسأل الله له التوفيق والسداد والرشاد، هو وإخوانه ومن عاونوه في هذا الموقع المبارك، وبالله التوفيق. إن شاء الله في الليلة القادمة الشيخ تشطبون كلمة صاحب الفضيلة، فقولوا شيخنا لا بأس، العلامة صاحب الفضيلة، هذه كبيرة علينا بارك الله فيكم، يعني نكتفي شيخنا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.